السلام عليكم. النهاردة نتعلم ازاي نعمل لوحة للأطفال مبتكرة وسهلة، ونتعلم عن طريق اللعب. معانا مسدس شمع، مقص، تيب ألوان عليه شخصيات كرتونية أو أي تيب موجود عندك، ومعانا فخ أبيض وقطعة من الكرتون. هنلزق الفخ الأبيض بالكرتون ومسدس الشمع كويس جدا. والفكرة دي عبارة عن ان احنا هنعلم الطفل فكرة جديدة عن طريق غطيان الازايز، وده بيقوي عنده عضلة الايد جدا عشان نجهزه للمدرسة، ان يمسك القلم بايديه. تاني حاجة ان احنا نعلمه عن طريق اللعب، وهي طريقة شيقة جدا بتخلي الطفل مستعد ان هو يلعب ويتعلم في نفس الوقت، وبتقوي عضلة الإيد وبتقوي الذاكرة عنده، وبتخليه يبحث كتير ويجيب المتطابقين مع بعض. زي ما انتم شايفين هنلزق الجنبين وكل الأركان بتاعة الكرتون مع بعضها، هنلزقهم كويس جدا بالشمع. الموضوع سهل وبسيط جدا، والطفل من نفسه ما يشوفك وانت بتعملي حاجة زي دي هو اللي هيقولك ان هو عايز يلعب باللعبة دي. ودي طرق مبتكرة جدا ان هو يبدأ يشغل دماغه، مش ورقة وقلم، بالعكس ده حاجات ممكن تقوي عنده الذاكرة جدا، تقوي عنده، تكون هو اللي عنده استعداد ان يلعب ويذاكر في نفس الوقت. طبعا هنجيب غطيان ازايز، انا المتوفر عندي غطيان الحليب، ازايز الحليب. هنقص الغطيان، طبعا انا متوفر عندي 10 غطيان بس. طب شوفي عندك تبع الغطيان المتوفرة عندك، انا متوفر عندي 10 غطيان. لو انت عايزه اكتر ممكن تعملي الحروف، ممكن تعملي الارقام، ممكن تعملي اي حاجه انت عايزه تفضليها للطفل، وتسيبي جزء من العلبه نفسها من تحت شويه بحيث يبقى سهل في اللزق على الكرتون، تكوني سايبه جزء من تحت شويه. طبعا انت تلزقيه مسدس الشمع، ومش هينفع غير بمسدس الشمع لان اي تيب تاني هيبقى خفيف على الكرتون بالبلاستيك، واحنا عايزين يكون شديد قوي وما يتفكش، علشان والطفل بيتعامل مع الغطا ما يتفكش في ايده. زي ما انتوا شايفين بعيد عليه مرة تانية علشان يبقى ثابت اكتر. كده ما خلصت، وهبدأ ان انا اجيب قلم ماركر علشان اكتب على الكرت على الغطيان. طبعا هو ثابت جدا وان شاء الله ما عادش هيطلع. او الاول هنجيب تيب علشان نحط قمار للكرتونه دي، للوحه دي. طبعا انت لو ما عندكيش تيب ممكن تحطي فوم، ممكن تحطي اي حاجه تكون بتجذب نظر الطفل، لازم يحب الشيء ده عشان يرجع ليه تاني. ممكن تحط له ستيكر، ممكن تشوف الشخصيه المحببه ليه وتحط له ستيكر فيه عشان الطفل يبقى فيه بطريقه ممتعه يرجع للفكره دي تاني ويلعب بيها ويطلب ان هو يلعب بيها. زي ما انتوا شايفين طريقة سهلة جدا مش مكلفة، كلها من البيت، وطريقة هتعلم الطفل بطريقة سهلة جدا ان هو يربط الحاجة ببعضها وتقوي عضلة ايده. دلوقتي هنكتب الحرف او الرقم على الغطاء، ونفس الرقم او الحرف من الجوه. وزي ما قلت لكم لازم اللوحة تكون بيضة عشان القلم يظهر فيها، والقلم الماركر في نفس الوقت لازم يكون من نوع كويس ما يتمسحش بسهولة، عشان أثناء ما الطفل بيفتح أو بيقفل الغطاء ما يتمسحش في إيده. زي ما انتوا شايفين هنكتب الرقم، ممكن تكتبي أرقام حروف عربي أو إنجليش زي ما انت عايزة، وتقدري يعني أنا وفرت الغطيان دي في شهر، ممكن تتوفري غطيان أكتر، ممكن تشوفي تدوري على الغطيان بالجزء اللي فوق دون وتعملي لوحة كبيرة ممكن تستخدميها في أي مكان. الموضوع بسيط جدا ومش مكلف، ودايما الطرق المبتكرة للتعليم بتوصل للطفل أسرع. زي ما انتوا شايفين كده، طبعا الحركة ان هو يفتح الغطاء ويقفله دي بتقوي عنده صوابعه اللي بيمسك بيها القلم، فان شاء الله ما يجي يمسك القلم مش هتقابله عقوبات. موضوع بسيط جدا.
وما يشوفك وانت بتصنعي حاجة يتعلم بيها او لعبته بايدك، صدقيني هو هيبقى مرتبط بيها جدا وهيرجع لها تاني. دلوقتي هنفكهم عشان ننده لحمزة يركبهم هو. زي ما انتوا شايفين الارقام كلها ظاهرة واللوحة جامدة جدا، وممكن تعلقيها على الحيطة. كده خلصنا اللوحة بتاعتنا اللي ممكن الطفل يتعلم منها البحث والأرقام وتقوي عضلة الإيد. وحمزة دلوقتي هيجي ويحط الأغطية على الرقم اللي يشبهه. والوقت هنسيب حمزة يحط الغطيان على الأزايز لوحده وهنشوف هيعمل إيه. صح، فين مين اللي يشبهه؟ خلاص سيب كده، يلا شوف واحد تاني يشبه. شطور يا حمزة. مين هنا يشبهه؟ كده كده. مين يشبهه؟ شوف كده. لا في، طب خد لك رقم تاني، خد لك ده. شطور يا حمزة. دون فين صاحبه؟ لا وديني، لا فين صاحبه؟ شطور. ده صاحب، لا ده مش صاحبه. شوف واحد تاني، لا شوف خد ده. مين يشبهه هنا؟ لا مش ده. لا ايوه ده شطور. دون مين يشبهه؟ شطوش. فين رقم أربعة؟ دي لا مش دي، مش دي، دي ستة يا موزة. لا دي مش دي، دي تحطها هنا ودي هنا. طيب فين ثلاثة وفين أربعة؟ مين صاحب دي ومين صاحب دي؟ مين؟ لا 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 يا موسى، حد تاني. مين دون؟ صح ده صاحب ده. شطور يا حمزة. وكده هو اخد شوية مساعدة مني لانه لسه اول مرة، وبالتمرين هيعملها لوحده وهينجح. دلوقتي حمزة هيقول ورايا الارقام من 1 لـ10، ويلا. واحد، علي صوتك. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، علي صوتك يا موزة. خمسة، خمسة، ستة، ستة، سبعة، سبعة، علي صوتك. تمانية، تمانية، تسعة، عشرة، تسعة، قول تسعة، تسعة، عشرة. كده خلصنا الأرقام من 1 لـ10. انتوا ممكن تعملوا الحروف العربية، ممكن تعملوا بالانجليزي، ممكن تعملوا 1 2 3 حسب. احنا حبينا نعملها الارقام بالعربي، وممكن ان شاء الله في فيديو، وممكن مرة تانية نعملها بشكل تاني. يا رب يكون الفيديو عجبكم. مع السلامة، نشوفكم في فيديو جديد.